ما قالوا حتى شي حاجه، لقاو البنت وخلاوها عندهم. ما عرفتش كيفاش لقاوها تالفه، قالوا انهم لقاوها تالفه وخافوا عليها وداوها، ولكن لقاو عندهم في الفيسبوك التصاور ديالي وكل شيء، يعني هما كانوا على علم والله اعلم. عاوتاني ما عرفتش، لا ماشي مسموح وماشي منطقي وماشي قانوني انه اي انسان يلقى طفل في الشارع ما يقدموش للسلطات، ولا يقدموا اللي يديه غير العماله اي بلاصه فيها مسؤولين اللي غيوصلوه لاي دار رعايه وغنقلبوا لقاوه بالاسم. ماشي مسموح. الا اللي بغى يتبنى يتبنى من ديور من اماكن اللي صالحه للتبني بالاوراق باش ما يتبعش قانونيا، وكنتمنوا الخير لكل انسان.